هذا أول باب، هذا بس الترجمان ومش الأنكتولك، هذا إنسان مختل عقليا. مش نعطيك السي في متاع كيقول لك مختل عقليا، مختل عقليا أول باب ليس وانت تتحمل مسؤوليتك. نتحمل مسؤوليتي مختل عقليا، وهذا ب 100 دينار باللي نقولوها التوانسه يشريوه ب 100 دينار ويكتب في عديد المواقع الإلكترونية، وهو كان موجود في جيبوتي عنده أسبوع من اللي جا لتونس، كان ملحق في السفارة الفلسطينية في جيبوتي، نقل إلى تونس عنده أسبوع، السفير الفلسطيني على مسؤوليتي لم يقبله في السفارة، وهنا مش نعلمك عديد السفارات يبعثوا له ما يقبلوهاش، فالتالي اللي حكم زوجته تونسية يلحقوه بمنظمة التحرير، ياخذ شهرية ويقعد في الدار ويدور من قهوة لقهوة. السيد هذا طردوه من جيبوتي لأخذية أخلاقية لا أقدر أن أذكرها في البلوتوكول. وشنو منفعته معناتها باش السيد هذا ياخذ السيد هذا ويتكلم ب 100 دينار قلت لك تجم تشريه. واحنا مغرومين هكا بالمشرقيين وبالفلسطينيين وعندنا النغمة، وقت يتكلم واحد فلسطيني خبير عمره ما كان خبير يكتب في بعض المواقع الإلكترونية. أول باب شارك في أحداث اللي صارت قبل في النصر مع الفلسطينيين ومات في أحداث بين الجبهة الشعبية وفتح، وذهب بعدين إلى موريتانيا ولم يمكث كثيرا في موريتانيا، بعد طرد من موريتانيا ذهب إلى جيبوتي، وبعد جيبوتي نقل منظمة التحرير بتونس ولم يقبله السفير وقعد يتطلع في القهوة. السيد هذا أول باب نعطيك بعض الأخطاء اللي قالها. قال التجوري تونسي شو اسمه، سمى واحد اسمه التجوري هذا، قال اسمه هيثم التجوري، هيثم تونسي التجوري. هيثم التجوري حسب باسل ترجمان هو اللي ليس بتونسي. يعني القاتل الفعلي لشكل بلاي. أكد لك هيثم التجوري ليبي الجنسية مقيم في ليبيا أحد ثوار الليبيين موجود الاسم هذا، لكن اللي أعطاه المعلومة لا عرفه تونسي لا عرفه ليبي، مش تعرفوا معلوماته دقيقة. أبو ناس ليبي حسب بعض الناس والأخبار اللي أنا استقصيتها زاد، اللي هو دخل في إضراب جوع واللي هو لم يصرح بالكلام هذا كما قالوا في الواشنطن بوست، كما التصريح المزور نتاع الواشنطن بوست اللي هي صحيفة يومية مع احترامي إلى رئيس تحريرها تنقل مقال من الانترنت وتحطه في الصفحات الأولى، أبو أنس الليبي يعترف بكذا وكذا. ظهر لي ما عملش ميزاجور، عنده جمعتين والثلاثة ما عملش ميزاجور، مازال على المقال نتاع الصحيفة نسميها صحيفة الشروق. السيد هذا مستهتر ماضيه كي نقول لك مختل. يعني سي شفيق انت تنفي الكلام اللي جاي على لسان اليوم هذا بس الترجمه ننفيه تفصيل وتبر عبد الحكيم بالحاج من هذا الكل. قلت لك حاجه السيد تحب نحكي كلمه تحب نقول كلمه اليوم نمشي نعمل يعني هوني تعليق مع تحبش نقول كلمتين تحبش نقصوها اختي الغاليه تفضل. هذا البحر يجلس متى فلسطين ما فيهمش هيك من غير ما نسال ما تسالش على مسؤوليتي، ما هو انا البحر يجلس جبدني، هذا البحر يجلس متى فلسطين نقصه باهيش. هذا انسان قلت لك مختل، هذا بس مختل، هذا طردوه من جيبوتي، من جيبوتي ما قدش روح تعرفش معناتها جيبوتي ولا